يا لهوي، انت بتعمل ايه وليه جوه الدولاب؟ اوعي تقولي لي مستنيه الاوتوبيس. وغلاوتك يا اختي مستنيه التوك توك. امي راحت، امي ماتت. ايه بسام الزعيله الصبح ده؟ في ايه؟ الحقيني يا كريم، امك جوه عارفه كان مفترس. ياما حلاوتهم اللي دخلها معاها جوه. يا اختي والله ما اعرف، انا مش عارفه دخلت ادور لها على ورقتين عرفي ولا تمسك عليها صور ولا تعمل ايه، والله ما عارفه. هما كده تقرا الفاتحه على امك يا ابتسام. ابتسام احنا بقينا ايتام الابول. ام انا خارجه كيداهم، وياك الاقي حد هوا بناحيه الاوضه بتاعتي، فاهمه ولا احب افهمك؟ يا وليه بلاش النخعه الكذابه دي. اوضه ايه؟ تصدقت يا وليه انها اوضتك؟ يا نهار اسود ومنيل، قال البيت بتاع ابو الاوج الغرب يطردونا. بتقولي حاجه كيداهم؟ يا اختي بتنحنح، بلاش تنحنح. استغفر الله العظيم يا رب، ادي ما جايبك يا سحانفي. شو في صفوان؟ جوليانا مرته لجو برا وبدها تقابلك. خليها تفوت. اهلين اهلين بزهرة جبال بيروت. اهلين. كيفك ابو سليم؟ شو اخبارك؟ حدا يشوف هالقمر قباله ويكون في شيء؟ مرسي لك. وين جوزي ابو سليم؟ ما انت بتعرفي ان عنده شغل بمصر. طب وليش مسكر تليفونه؟ ما تعتلي هم، بلكي اليوم ولا بعده رح يتصل فيكي. يعني ما في شيء؟ لو في شيء كنت خبرتك. وانت شو عامله معه؟ منيحه. ايش منيحه؟ مبسوطه؟ يعني شوي. ليش يعني؟ ما بيعطيكي مصاري كفايه؟ اوقات ايه اوقات لا. لو كنت عايزه اي شيء خبريني. تكرم ابو سليم. سلام. ليش العجله؟ ولا شيء، بس عندي موعد مع خي انطون. سلمي لي عليه. بيوصل. ابو سليم ممكن ما تخبر جو اني اجيت لهون؟ اوكي مرسي. برافو برافو سناء. ازيك يا بنت؟ الحمد لله يا معلمه، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. انت عامله ايه؟ انا الحمد لله 100 فل في 15 يا حبيبتي. ان شاء الله يا رب دايما. الف مبروك خروجك من السجن. قطع السجن قطع سيرته طبعا. مش كنت مظلومه؟ اديني ربنا طلعني منه بالسلامه زي الشعره من العجينه. عمر الشقي بقى يا بنت. اموري اي خدمه؟ انا بس كنت عايزه حضرتك يعني دقيقتين بس من وقتك. دقيقتين بس؟ قولي 5 15 25 50 قدامي على المكتب يا بنت. حاضر. قصدي وراي. حاضر. الله 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 الله، في ايه يا سناء؟ ايه اللي فيكي بالظبط؟ الدنيا ضاقت بيا يا معلمه. يا اختي رحمه ربنا واسعه. الشحته ماتت وامي كمان ماتت. ما تجيبيش سيره الام، لحسن هتلاقي الدمعه فرت من عيني. ما انا يتمت الام والاب. ربنا يديكي طول العمر يا معلمه، بس انا ما بقاش ليا في الدنيا غيرك. انا مش فاهمه ايه اللي جرالكوا. انتوا جات لكوا فر ولا ايه؟ كل واحده منكوا واقعه في عرضي. في ايه بالظبط؟ قصدك احلام؟ انت شرفك يا بنت. لا يا معلمه، اصل انا لسه شايفاها بره وعرفت ان حضرتك رجعتيها الشغل تاني. مش مهم، ايه المطلوب مني؟ بصراحه كده يا معلمه انا جايه وعشمانه فيكي خير. والنبي ما تكسري بخاطري، انا جايه بصراحه عايزه شغلانه عندك. شغليني حتى خدامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواحد من ساعه ما طلع من مخروب السجن والواحد قلبه زي البسكويته. روح يا بنت روح، روح البس الاونيفورم بتوع النظافه بتوع الجيم. يلا بجد يا معلمه؟ ان شاء الله ربنا يكفرك. الهي ربنا يستر كل عرض ولاياكي. ان شاء الله يا رب يجعلك كده دايما كيداهم. الله، صدقني انا كنت محتاجه الدعوتين دول. في واحده تعباني ونفسي ربنا ينصرني عليها. رد عليك يا حنفي. لا ايوه يا ابو سليم. انا حنفي. انا فين؟ انا في مصر. جميل يا ابو سليم، انت هتعرف منين اذا كنت في مصر ولا مش في مصر؟ الله، اذا كنت انت في بلد وانا في بلد، ايه بعد حد يراقبني ولا ايه؟ ده انا حتى بكلمك من نمره جبتها من الشارع، الكروته اللي بتتباع دي عشان انت عارف التليفونات بتبقى متراقبه.
ابني؟ لا اللهم لك الحمد، بقى كويس دلوقتي يا ابو سليم، الخطر زال عنه. على فكره انا جاي بكره زي ما وعدتك، مش قلت لك يومين ثلاثه وحاجي؟ اديني جاي. طيب يا ابو سليم، طيب لا خلاص مش عايز حاجه. انت عايز حاجه من مصر بجد والله؟ ساندوتش فول، ساندوتش طعميه. طيب يا ابو سليم يلا مع السلامه. حسيت من صوته بايه؟ ولا حاجه، ما انت شايف دخلت عليه بالحنجل والمنجل لجمته. ولسه لما تسافر له هناك اوعى تحسسه باي حاجه. حسس مين يا الظابط؟ دي مسؤوليه كبيره عليا، ده بلدي ولازم. بقول لك ايه؟ انا صايع. يلا بقى كلم لنا مراتك. حاضر. كيدهم طبعا. كيدهم ايه بس؟ عمال تقول لي انا صايع وانا برم وانت شكلك كده هتضيعنا. يا فندم ما تقلقش، حاضر. طب يلا كلم لنا جوليانا. طبعا جوليانا، حاضر. سجلها. الو، ايه يا جوجي؟ انا حنف يا حبيبتي. لا لا كله تمام. انا فين؟ مش هقول لك. انت وين يا جو؟ كتير خفت عليك. ولا شو مسكر تليفونك؟ انت منيح؟ اللي امتى راجع؟ راجع بكره؟ اوكي حبيبي، توصل بالسلامه. خير شو في؟ ولا شيء، بيقول انه منيح ورجع بكره. ما قلت لك كل اللي كان معبى براسك هودي هواجس ما له اساس. خلينا ننطر على بكره وبعدها نشوف شو اللي يصير. سناء، انت بتعملي ايه هنا؟ بعمل زي ما بتعملي بالظبط. مش انت بتشتغلي هنا برضو يا احلام؟ سناء انا مش عايزاكي تفهميني غلط، انا لسه ماسكه الشغل امبارح، يعني ولا بكذب ولا بقفلم عليكي. لا ما تخافيش، انا فهمكي صح قوي يا احلام. على العموم مفيش وقت للكلام العبيط ده، خلينا في شغلنا. ايه رايك ناكل عيش احسن؟ شحت يا بيت. سناء، سناء. صح يا حبيبتي. أمينة طبعا، أنا هيجيلي نمطم على العقربة دي برزوعة جنبك. تعالي تعالي اتفرجي معايا على فيلم. تعالي. أنا مش فاهمة يا ماما، الست دي طلعت لنا منين؟ زي ما تكون كده بلوى وراحت محذوفة علينا. يا أختي بلوى ومحذوفة عليكي، مش عارفة البلاوي دي بتجيلنا منين. كل بلوى أختها. انا احمد تاني وفي ايه؟ انا مش فاهمه كان بيتجوز عليها الراجل ده ليه؟ انا وحشه ولا ايه؟ ما تقولي لي يا بت، ده انا لو لاقيها قدامي ده كنت كلته باسناني. اه يا ناري، بس هروح له بالاخر واتحاسب انا وهو. يا ماما يا ماما يا حبيبتي اهدي، مش كده، ده انت قمر القمرات وعسل العسلات وسكر السكرات. انا بنتي اللي حبيبتي. الا قولي لي بقى يا ماما، المحامي ما عندوش حل للبلوى السوداء اللي احنا فيها دي؟ يا اختي اسكتي بلا محامي بلا زفت، ما تجيبيليش سيرته وانا متعفرطه منه. قعدت اقول له خلق خلك استريتش استريتش استريتش، فضل يضايق في خله لما عمله زخور من الابر. والهانم قال ايه؟ عيلت في دماغها وراسها وقلب سيف، ما هتطلع من الفيلا ولا تاخد الفلوس. طب وبعدين يا ماما ايه العمل؟ العمل عمل ربنا يا بنتي، هنعمل ايه؟ قال اصبر على جار الساو، لا يرحل لا تجيله مصيبه تاخده. يا رب يا رب ما تاخدها عندك عند حنفي. هم الاثنين ابتدوا مع بعضيهم يختموها مع بعض ويسيبوني انا بقى بحالي. ماما بقول لحضرتك ايه؟ ايه في موضوع صغير كده عايزه اكلمك فيه، ممكن؟ طبعا ممكن، قولي. لا مش دلوقتي، مزاجك مش رايق يعني، خليها بعدين احسن. اه طالما قلت كده يبقى حاجه هتحرق الدم. ما تقولي يا بنت عاوزه ايه؟ حته طلب صغير قد كده اهو. قولي يا ست امينه، ما اللي مربي قرد بيعرف لعب. اسافر لبنان اول الشهر. تسافر ايه يا اختي؟
لبنان ايه اللي هتسافريها دي؟ هتسافر لبنان لوحدك؟ لا يا ماما طبعا مع الشغل، مسافره مع المودلز عندنا الديفيلي. فيليه؟ فيليه يا اختي اللي مسافره له لبنان عشان تاكليه؟ ما قدامك التلاجه مليانه لحمه. لحمه؟ يا ماما بقول لك ديفيلي، ديفيلي يا ماما يعني عرض ازياء. يا حبيبتي وايه بقى الموضه اللي طالعه لي فيها موضوع عرض الازياء ده؟ يا ماما مش شغلي. شغلك؟ شغلك ده ايه يا اختي؟ وانت محتاجه شغل؟ ده انتوا مولودين الحمد لله رب العالمين في بوقكم على ده، لا الماس قطوا الالماس وتصرته، قصدي ده يعني مش محتاجين فلوس انت ولا اخواتك. تاني يا ماما هنتكلم في نفس الموضوع. اسمعي بنت امينه، انا ما عنديش بنات تسافر لوحدها، مفهوم؟ يا ماما هو انا مسافره اشتغل ولا مسافره اتفسح؟ اسمعي بنت اللي بقوله يتسمع، مفهوم؟ بس يا ماما لو يعني ترضي. انت هتبسبسي وتنونوي؟ يلا تصبحي على خير وخد الباب في ايدك. انا مش مصدقه نفسي يا شحته، انا حاسه ان انا بحلم. وانا كمان يا بنت سناء، انا مش مصدق نفسي بجد، انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. بس عارفه يا بنت، انت طلعت ب 100 راجل، سبتك الفتره دي كلها وما شفتلكيش شوفه كده ولا كده. اقص عليك يا شحته، وانا في برضو في الدنيا راجل يملي عيني من بعدك. اصيله يا بنت، صدقي ان انت طلعتي اجدع من مراتات المعلم حنفي دول. اصحيح، هو انا ما قلتلكش على اللي حصل لصافيا؟ عرفت، الله يرحمها بقى. المهم انت عامله ايه؟ الحمد لله، مش قادره اقول لك اللي جرالي من بعد انت ما مت. جرايه يا بنت، انت هتفول عليا؟ انت هتموتيني من تاني يا اخويا؟ ما اقصدش بعد الشر عليك، اللي اقول يا شحته، هو انت هنا بتعمل ايه؟ جوزك بقى مهم قوي. يعني هتبقى ظابط؟ ما تقول يا اخويا. انا هسافر اسرائيل بدل رافض الهجان. اه يبقى كده بقى هيجوزوك استر بلونسكي، يا اما المره دي هتموت بجد يا شحته. نهار اسود عليكي، انت مصممه يا بنت تموتيني تاني؟ اه بنت، بقولك ايه؟ ركزي معايا، نسيت اقولك على حاجه مهمه قوي. ايه الحوار اللي قلتولك دلوقتي ده؟ محدش يعرف عنه حاجه خالص، لو حد شم خبر احتمال اروح فيها. طب وانت هتتاخر؟ لا يا بط، مش هتاخر عليكي اول مره دي. ماشي يا شحت، وانا هستناك. اه صحيح، في موضوع مهم قوي كنت عايزه اقوله لك. موضوع ايه؟ اتفضل يا استاذ حليم. كده نبقى انهينا اجراءات اعلام الوراثه، وبقيت حضرتك الوصي الوحيد على ابن اختك يوسف حنفي البرنس. متشكرين قوي يا استاذ سامح، تعبناك معانا وربنا. لا ابدا، لا شكر على واجب، انا ما عملتش غير شغلي. الله يرحمك يا صفا يا اختي. معلش يا استاذ حليم، المرحومه كانت غاليه علينا كلنا، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا، واحنا ملناش ان احنا نعترض. ونعم بالله. اللي اقول له يا استاذنا، الولايه اللي سواك هداهم دي ملهاش اي دخل يعني في حريق السجن اللي راحت فيه صفيه اختي. لا لا انا معرفش، وبعدين التحقيقات ما اثبتتش عليها حاجه. مهملوعه وكدابه و100 وش. بس انا مش عارف ليه متر قلبي بيقول لي ان الست دي هي السبب ورا موت اختي. الله اعلم، الله اعلم يا استاذ حليم. وبعدين ما تاخذنيش يعني، هي كانت ليه هتحرق السجن؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى منطقي لو كان صدر ضدها حكم كبير مثلا وبتفكر في الهرب، انما دي ما كانش صدر ضدها اي احكام اصلا. وبعدين هي في الاخر طلعت براءه وما اثبتوش عليها اي حاجه. انا مش بدافع عنها، بس هو المنطق بيقول كده. عندك حق برضو. ماما هنا؟ فين؟ فين العربية؟ فين العربية؟ صرفونا ستنا. اهلا اهلا يا حليم. ازيك حبيبي؟ عامل ايه معاك؟ زي الفل زي ما انت شايف اهو. والله يا ست روحية انا معات الهم اي حد في الدنيا الا الواد ده مسكين، لسه عينيه ما فتحتش على الدنيا وبقى يتيم الاب والام. هنقول ايه يا ابني؟ قدر ومكتوب، ربنا يخليك ليه ولا يحرموش منك ابدا. لا دي معزته عندي زي معزة عبد الرحمن ابني بالظبط، ولولا الاتنين دول انا كان زماني ما حيت اللي اسمها كيدهم دي من على وش الدنيا. وبعدين معاك يا حليم، واخره الانتقام ايه؟ هتفضل يا ابني عايش عمرك كله كده؟ اديك شفت اللي جرالنا، خسرنا اعز الناس. عندك حق والله،
مش هوصيك على يوسف يا ستنا. انت بتقول ايه بس يا حليم؟ ده عينيا اللي بشوف بيها، ده حياتي كلها يا ابني. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك. والله الواحد مش عارف من غيرك كان عامل ايه في الدنيا دي. الحمد لله يا حليم، اهو ربنا قبل ما بيبلي بيدبر. اهلا اهلا سيدي الكل. اهلا اياد حبيبي، ازيك؟ وحشتني قوي. طبعا ولا حد هيسال فينا يا هشام، ولا كاننا جايين مع استاذ اياد، مش كده؟ طبعا يا ستي، ما احنا تركنا على الرف خلاص. اتفضلوا اتفضلوا يا حبيبي. اوعى تقول كده يا حبيبي، ده انت الكل في الكل. بس احنا بس يا حبيبي خدنا ان اياد يجي لنا كل يوم الصبح اما الست حنان تروح شغلها. يا صدق من قال اعز الولد ولد الولد كده برضو. ماشي يا بابا. ازيكم يا حبيبي؟ الحمد لله بخير يا عمي. مال تسنيم فين يا جماعه؟ تسنيم هي قاعده فوق. هشام اختك اللي من دول احوالها مش عاجباني خالص. ليه كده بس يا بابا؟ من ساعه ما حصل اللي حصل وهي حبيبتي قاعده لوحدها، لا عايزه تشوف حد ولا تعمل حاجه خالص. طيب يا بابا، هي يعني ليه ما بتفكرش كده تقضي وقت فراغها وتشغل نفسها يعني وتدور على شغل؟ يا ريت ما تسالها، قالوا تريحنا. واضح يا حبيبي انها عندها صدمه عصبيه. طب يا بابا انا هطلع اشوف ايه الحكايه. على اذنكم. ممكن اعرف بقى جميل قاعد لوحده ليه؟ انت عايز نقعد مع مين يعني يا هشام؟ مع طنط اللي مش طايقاني ولا مع بابا؟ عشان طنط تشيل مني اكتر ما هي شايله. ليه بتقولي كده تسنيم؟ يا حبيبتي ماما دي عامله زي الطفل الصغير، يعني بكلمه منك تقدري تكسبيها. والله يا هشام انا حاولت بكل الطرق ان انا اخليها تحبني من وقت ما جيت مصر وانا بعمل كده. كل مره النتيجه راسب مع مرتبه الشرف. يخرب عقلك يا تسنيم، ما انت تعرفي تنكتي اهو. قولي لي بقى، انا عايز اعرف ايه الاوم اللي انت حابسه نفسك فيه ده؟ ما تنزلي يا بنتي كده شوفي اصحابك وخرجي وتفسحي. والله يا هشام انا ماليه نفسي اعمل اي حاجه. انا اللي مريت بيه ما كانش قليل برضه. انا عارف يا حبيبتي، انا مش عايز ازعلك واضايقك واقول لك ان انت اللي عملتي في نفسك كده. وعموما يا ستي محدش بيتعلم ببلاش. تسليم البني ادم مننا لازم يغلط ويجرب عشان يتعلم، بس اهم حاجه انه ما يكررش الغلط بتاعه. يعني بالعربي كده لازم المره الجايه تتأني في اختيار شريك حياتك. ما افتكرش ان في مره جايه، انا كرهت الحب والجواز والكلام الفارغ ده كله. كده برضه يا تسليم، وانا اللي بقول عليك عقله ودماغ كبيره؟ هو انا لو كنت عاقله ودماغي كبيره كنت عملت في روحي كده؟ ما احنا لسه بنقول ان الانسان لازم يغلط عشان يتعلم. ثم قولي لي بقى، الشهاده اللي حضرتك اخدتيها دي اخدتيها ليه؟ عشان تتعلق على الحيطه؟ ما تشوفي شغلي. ايدي على كتفك. خلاص يا ستي سيبي لي انا الموضوع ده. احنا العمال اللي جايين ننضف حمام السباحه. كيما هو عرض ايه؟ الناس اللي هيعمل سيرفيس للسويمنج بول. اوكي تيك ذيم ذير، ولو احتاجوا اي حاجه خليكي قاعده جنبهم. فاين. ممكن افهم مالهم دول؟ انا مش عارف، هما هدوء من هنا حاجه وهتطخ في السجاير.
وبعد شويه لقيتهم بقوا كده. ايه ده؟ انا هطلع اسال حليمو. حليمو 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 اصحى حليمو. ايه بس يا فتح يا عليم يا رزاق، في ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه جبتي منين ده؟ هو ايه اللي جبته منين؟ قولي الاول ده ايه؟ ده بانجو. انت بتجري؟ ايه؟ بانجو بانجو يعني؟ ايوه بانجو بانجو يعني. نهار اسود ومنيل، نهار اسود ومنيل عليا وعلى سنين السودا ياما. انت عارف انا ده جبته منين؟ من اوضه امينه طبعا. يا ريت من اوضه امينه، ده انا لقيته يا اخويا مزرعه عندنا تحت في الجنينه. يا نهار اسود، ده الجناني وقعت ابوك سودا النهارده. انت عياد الكلب. والله يا حليم ام لازم، وانا كنت اعرف ايه ده؟ امال مين اللي زرعها؟ امي الست حلاوتهم ادت قوي زرعه كده، وقالت لي زرعها عشان دي زي البهارات بنستخدمها في الطبيخ. ودهم يا نهار اسود ومنيل، هي حصلت الوليه السودا ام 44 جايه تزرع لنا بانجو في البيت ليه؟ ليه ان شاء الله؟ ده بيت المعلمه كيدهم والمعلم حنف الله يبشبش الطوبه اللي تحت راسه. الوليه دي بالتكتك عايزه تاخدنا كلنا كده متلبسين ننام على البرش اللي هي جايه منه. المهم دلوقتي يا معلمه احنا هنعمل ايه مع الوليه دي؟ هنعمل ايه؟ عملها اسود ومنيل زي سحنتها. الست دي بقت خطر علينا قوي. وحياه امك خطر على نفسها، هي وقعت فين؟ ماما كركر عندها حق، النهارده زرعت لنا بانجو، الله اعلم ممكن بكره تعمل فينا ايه؟ تعرف يا بت لو كانت المخفيه حطته الماس كنت خبسه حبيتها. ده لولا بتوع صيانه حمام السباحه جم النهارده ما كناش عرفنا اي حاجه عن المصيبه المزروعه لنا في الجنينه دي. يا جماعه احنا لازم نخلص من الست دي باي طريقه. يا اختي خلصت روحك. ايه هجيب سحر يخفيها لنا؟ ربنا ياخدها من عنده بقى، احنا مش محتاجينها يا رب، خدها مش عاوزينها. ماما للمره الثانيه كركر عندها حق. ابعدوا عني بقى، انتوا حرقتي دمي ما فيك كفايه. هعمل ايه يا ربي؟ واحده غبيه والتانيه تخينه والتالته مش فاهمه حاجه، وانا وقعت في ملف مش عارف اعمل ايه. نعمل لها زهر؟ من ساعه ما طلعت من السجن وهي بتقول هعمل وهعمل ولا بتعمل اي حاجه. بتقول ايه يا مزغوده شويه؟ في ايه؟ ابدا يا كبيره، بنقول انك قدها قدود، ده احنا هنفرموها فرم. طبعا ولاد بطني يعرفوا راتني. تعالي تعالي يا بنتي احلام. امريني يا ست الكل، قالوا لي ان حضرتك عايزاني جيت جري. ما يامرش عليك يا عادو، اقعدي يا بنت اقعدي. ربنا يخليكي. قولي لي اخبار الشغل ايه؟ فضل ونعمه الحمد لله. بقول لك ايه، انا عاوزاكي في موضوع كده زي اللي كنا بنعمله زمان. ده انت تأمريني يا ست الكل. ما يامرش عليك يا عادو، في وليه لبط كده عايزاكي تراقبيها لي. وليه دي مين دي؟ مرعاوق كده ولبط. قال بتقول ايه؟ قال كانت متجوزه حنف الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه قبل انا ما اتجوزه. طب ودي فين دي؟ ولا انا هراقبها ازاي؟ ما انا عاوزاكي تاخدي اجازه كام يوم وتقعدي في حته في الصحراء وقريبه من الفيلا، وانا لما الاقيها نازله هروح رزعك التليفون تروح واخداها ومراقباها. طب وانا هعرفها ازاي دي يا معلمه؟ انا هعرفك تعرفيها ازاي؟ معاكي بلاتوس في الموبايل اللي في ايدك؟ شبعتلك على الصوره؟ اه معايا. عنك انت يا معلمه، انا هعرف انقلها. اوعي يا بنت تنقلي الصوره ثانيه غيرها. أنا رفعت لك دعوة تصحيح إعلام وراثة عشان تنضم للورثة الشرعيين للمرحوم حنف البرنس، والجلسة هتتحدد في خلال 15 يوم. وأنت تفتكر إن القاضي هيحكم كده من أول جلسة؟ والله ده يتوقف على الورثة الآخرين. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني هم لو عايزين يغلسوا علينا ممكن يعطلونا. إزاي بقى؟ يعني مثلا ممكن يطعنوا في أحقيتك في الميراث أو يطعنوا في الأوراق اللي إحنا مقدمينها، يعني زي ما تقولي كده حاجات قانونية من هذا القبيل. الله، والحل إيه؟ ولا يهمك، احنا موقفنا القانوني سليم 100%. الموضوع كله مسألة وقت مش أكتر، وإن شاء الله هنكسب القضية 100%. يا رب، أنا معتمدة على ربنا وعليك. اللي فيه الخير يقدم ربنا إن شاء الله.
اسمه ايه المحامي اللي بتروح عنده ام 44؟ اسمه عرفة، والورقة دي فيها ارقام تليفونات وعنوان وكل حاجة عنه. هات يا مخفية هات. الله عليك يا الله، اهو كده يا بنت جبت الديب من ديله. خد يا بنت خدي، مش خسارة فيك. ربنا يخليك ربنا يخليك يا ست الكل. بس اسمعي بقى يا حبيبتي، انا عاوزاك ترتقي لي كده، وده اللي كنت اسمعي اللي هقول لك عليه. عايزاك تروح لسكرتير المحامي تتحنجلي وتدنجلي عليه وترمي قلبك هناك. طبعا انا مش هرسيكي. حاضر يا معلمه، اللي تشوفيه. تعجبيني يا بت. تحت امرك يا رفعت بيه. خلاص عرفتوا ايه المطلوب منكم؟ طمن يا باشا. هنجيب لك خبر الراجل الكبير ده في اسرع وقت. ما تستعجلوش. علشان ايه؟ ما تتكشفوش، لان احنا عايزين نقبض عليهم وبسرعه. تلاقش يا باشا، انت وراك رجاله بعون الله. آه يلا، قدامكم ساعتين على المطار. اتفضلوا. حاضر. بقول لك، ايوه عارف هتقول ايه لابو سليم لو سالك عن المده اللي انت قضيتها في مصر؟ قضيتها فين؟ طبعا يا فندم، احنا حافظين اللي حضرتك قلته بالحرف الواحد. طب اسمعني بقى، عاوز اقول لك كلمه صغيره. مش هقول لك مصر اماله بين ايديك ولا الكلام ده كله، لكن هقول لكم كلمة واحدة بس. اتقوا الله في مصر. واحنا رقبتنا سدادة يا فندم. خلي بالكم من نفسكم يا ابني. الله يخليك. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كويس، اتاخرت عليك معلش انا اسف. لا ابدا، مفيش ايه تاخير. مواعيدي وحشه طول عمري. لا لا خالص خالص. الله يخليك. انت جايه في ميعادك بالظبط. ربنا يخليك. على فكره الامانه معايا. كتر الف خيرك. انا اسفه يا متر، ما تزعلش مني يعني. مش عارفه الوزن بتاع الالماس خفيف شويه، ما ياكلش الراجل المخفي بتاع الاحراز اللي هف شويه الماس منهم؟ مستحيل طبعا يا ست كداهم. الصندوق اللي جالي متشمع بالشمع الاحمر. ثانيا انا معايا تقرير المعمل الجنائي بالوصف التفصيلي بالكميه والحجم، وكل اللي في التقرير مطابق تماما للحرز اللي جالي. حاجه غريبه دي، امال ايه اللي حصل يعني؟ بقولك يا ست كداهم. نعم. من غير لف ودوران، لو كنت شاكه في ذمتي احب اقولك ان انا كان ممكن اخد الالماس كله وما اقولكيش ان هسترده، وكنت برضه هتطلعي براءة وتبقى مرضية، وكنت ساعتها بقى هتقولي فدايا مليون قيراط ألماس. اخص عليك يا متر، سايق عليك النبي، ما تزعل مني. أنا برضه أشك فيك؟ ده لساني أقطعه من اللغلوغ. أنا بس عايز أعرف راسي من رجلي، ومين اللي بيلعب في الحاجات دي من وراي. بصراحة كده يا ست كيداهم، الراجل اللبناني اللي اسمه أبو سليم هو اللي ضحك عليك. ما انت كنت منتظرة ايه من الراجل شيخ منصر؟ عندك حق يا متر، بس سايقة عليك النبي، ما تزعل مني. انا بس باخد ودي معاك في الكلام مش اكتر. خلاص يا ست كده، مفيش زعل ولا اي حاجة. عموما انا تحت امرك في اي خدمة. ان شاء الله ما تحرم منك، كتر الف خيرك. طيب اي اوامر تانية؟ لا شكرا. اشوف وشك بخير يا ست كده. مع الف سلامة. وبعدين يا كيداهو، مش قادرة تعرفي إذا كان الواد المحامي ده صادق ولا بيلعب بيكي. بس ابن الإيه ده كلامه مقنع وعنده حق. أبو سليم ده شيخ منصر، وفعلا يمكن هو اللي سرقني. ابن اللذينة ده مش عاوز يرد عليا في التليفون، ده عاوزني بقى أسافر له لبنان ولا إيه؟ إيه؟ أنت متأكدة يا بنت من اللي بتقوليه ده؟ يا بنت أنت سمعتي صوته؟ متأكدة؟ يا بنت قلبي هيقف، قلبي هيقف،
متأكدة يعني؟ طب ما خدتش نمرة تليفونه ليه؟ كنت خدي نمرة تليفونه، حرام عليكي. طب أمنتي كمان، سايقة عليك النبي، لو نص الليل طلبك قوليلي يا شيخة، اعملي معروف برادي قلبي. طيب مع السلامة يا أختي. أنت كريم يا رب، يا من تعلم معاني يا رب. الله 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 الله، ويا اخت اسم الله. ايه يا سي عبد الحليم يا حافظ؟ ايه يا اخويا الدخله دي من غير اي مرا دستور؟ ما كنتش داخل في الملك بتاع بابا؟ لو انت الصادقه كيداهم، ما حدش بيستاذن في ملكه. ميه يا اخويا؟ ملكه ده ايه؟ ايه يا الدلعادي؟ قال البيت بتابونا وبالغور بتردونا. ما كنتش نمت وحلمت يا سي عبد الحليم يا حافظ ان انا بعت لك المخروب الجيب؟ كرايه كيداهم. اخرس ده قاطع لسانك، كيداهم كده حاف من غير غموس؟ اسم المعلمه كيداهم يا واد، اوعى تنسى نفسك بتكلم مين. لا يا حبيبي، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ القوالب نامت والرصاصه قامت ولا ايه؟ ما تسويش فيها قوي كده. الله، مفيش بين الشركة تكليف يا معلم. هيقول لي تاني شركة؟ بقول لك ايه، انت بتكذب كده وتصدق نفسك ولا ايه؟ وبعدين الله، ايه الالغاز دي اللي بتكلمني بيها دي؟ الله، جراسة عبد الحليم يا حافظ. ولا الغاز ولا دياوله، انت نسيت ان انا ورثت اختي صفية الله يرحمها ولا ايه؟ وكمان بقيت واصي على الولا يوسف. عشان كده دخل عليا زي الديك الرومي ونفش ريشك. وايه المطلوب مني يا معلم حليم؟ بقول لك يا معلم، انا مش عايز تريقة، ومن هنا وراح مفيش حاجه هتحصل في الجيم دون الا بموافقتي. ها، وهبعت اجيب مكتب زي ده بالظبط، وتحمدي ربك ان انا ما خدتش المكتب ده منك كمان. اصل انا يعني لسه عامل حساب، وللاسف يعني انك تبقي جده ابني اللي ما طلعتش غير بيه من الدنيا. بص عليك يا ابتسام كده، وراح اتحبالي منه وتجيبه عيل تاني نصين. جوجي، ريانا، جولي، جوجا، جولي. جوجا، جولي. الحمد لله على السلامة يا جوجو. الله يسلمك حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي. لا يا جوجو، أنا مخصماك. مخصماني؟ ليه يا حبيبتي؟ معقول تنتر كل هديك المدة ما تحكيني؟ تنتر يا حبيبتي؟ وبعدين هم كلهم يومين وكلمتك من هناك. هيدول اليومين يا جوجو مر عليا كأنهم سنة. الله الله الدرجة دي بتحبيني يا جوجو؟ ايه يا جوجو، بحبك كتير. تقبريني.